موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة. لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك. نبدأ حلقتنا بموعد المباراة. المباراة يوم 2/11 الموافق السبت القادم الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. الأهلي في مواجهة صعبة أمام سيراميكا العنيد في أولى مواجهات الدوري الممتاز. الأهلي يغلق ملف العين الإماراتي والاحتفالات ويبدأ الاستعداد لبداية الدوري الممتاز. موعد المباراة مرة أخرى يوم السبت القادم الموافق 2/11 الساعة 8 مساء في استاد القاهرة، استاد النادي الأهلي، استاد الرعب. بالتوفيق للنادي الأهلي وبداية قوية إن شاء الله ننتظرها من لعيبة النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.